الثاني عندما يعتب فبالتالي هناك تركماني في القائمة العراقية وهناك تركمان في التحالف الوطني وبالتالي وفي التحالف الكردستاني، وبالتالي هؤلاء قدموا، والأخوة المسيح الأعزاء إذا عتبوا فأيضا موجودين في قائمة أو قائمتين. كل الأقليات محترمة ويجب أن تمثل، والقانون عندما قال تراعى مكونات الشعب العراقي، هذه المراعاة ليس فقط أن يكون مفوض، وإنما المفوضية فيها أعمال أخرى، فيها وكلاء وفيها مدراء عامين وفيها مدراء مكاتب، فهذه المراعاة بالتنفيذ. الكل يعرف أن العراق بلد متعدد الطوائف والأعراق والقوميات، فبالتالي إذا أردنا أن ندخل بهذه التفاصيل سوف لا نكون أمام مؤسسة انتخابية حقيقية. لذلك نحن في كتلة الأحرار نتعهد للجميع ولكل الأقليات سوف نقف معهم على قدم المساواة وأن يمثلوا في هذه المفوضية. لكن أقولها بصراحة، الدعم والدعم الكبير يجب أن يكون للمكون المسيحي في مثل هذا الأمر، حتى نعطي لشركائنا ولسكان هذا البلد الأصيل حقيقة اعتبارا معين